احتمال عارف مقنع كلام تريساكو؟ والله أنا أتكلم على تقنية الفار، يتكلم يقول يعني تراها تقنية جديدة ويحتاج إلى وقت إنه هم يعني يجدوها بالشكل الأمثل. يعني الحكام هذول الموجودين الآن حكام دوليين، مفترض إنه يكونوا ملمين بهذه التقنية. أما مسألة وبعدين فيها يعني ما فيها مشكلة لما الفار واضح الأمور يعني أكثر وضوحا من الحكم. يعني اللقطات دائما في الفار تبين لك الاحداث بالسنتيمتر بالمليمتر. فعشان كذا انا مستغرب يعني كيف دول الحكام الموجودين الدوليين اذا يكونوا موجودين في تقنيه الفار ويحتاجوا الى وقت. يعني انا لو جيت دربتني بعد شهر زمان انا اقول لك مستعد امسك تقنيه الفار. اذا هذول حكام دوليين وحكام عندهم شهادات تقنيه الفار ويغلطوا ويخطوا، هذه الاخطاء اخطاء كثيره حقيقه، اخطاء يعني انا وانا قاعد في بيتي عارف انها يعني اخطاء ما 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 احتسبتها تقنيه الفار. فانا حقيقه يمكن لكن الرجال واضح. السبب وجهه نظرك؟ والله شوف انا ما ادري يعني حقيقه يعني تقنيه الفار هذه كانت صراحه للامانه جات لنا تعيننا كثير في الاخطاء التحكيميه. ولكن شايف السنه هذه بالذات ما في شيء جديد بالنسبه لي، او في اخطاء بتتكرر بشكل كبير جدا، وماني شايف تقنيه الفار لها يعني دور مهم جدا في هذه الناس. لكن انا بالنسبه للرجل واضح انه الرجل يعني طيب، الرجل طيب، هذه طيب لها اكثر من تفسير ابو يعني دلليس. طيب يعني 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 شخصيته طيبه. ايوه، وهذا شيء زين ولا شيء في التحكيم؟ والله انا ما احب الشخصيات اللي زي كذا، أحب الشخصية القوية، أحب شخصية صاحب قرار. هو واضح أنه يعني في بعض الأمور. أبو عبد العزيز تفضل. الرجال قال لك لو القرار قراري أرجع الحكم السعودي من بكرة، وهو طيب رئيس لجنة الحكام. إيش معناها؟ أنه طيب. طيب خلاص طيب يعني يا جماعة الخير صارت الطيبة الحين يعني لا لا يعني مو بزين يعني لا 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 المفروض سلطان يكون هو صاحب القرار. صحيح. رئيس لجنة الحكام. صحيح. وجايبه بعقد وبمبالغ كبيرة ورجل له خبرة كبيرة. صحيح. إذا يرى أن الحكم السعودي يستطيع يحكم غدا فيحكم غدا، لا يستنى أحد، مع احترامي الكامل لجميع أعضاء الاتحاد السعودي أو أعضاء لجنة الحكام. لا 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 معليش يا ابو هذا قصدي انا. لا لا هو شوف هو كمان هو عشان تكون المعلومه واضحه، هو بعد ينتظر الحكام السعوديين هذول انهم ياخذون على رخصه الفار عشان يدخلون في عمليه التحكيم. وحتى لو حصلوا على الرخصه اليوم يا ابو خالد، انت تعرف المجتمع الرياضي لن يتقبل تواجدهم في يوم وليله، لازم يكون دخولهم بشكل تدريجي مثل ما شاهدنا في كاس الملك، بعض المباريات الغير جماهيريه وما الى ذلك. كلنا نتمنى عوده الحكم السعودي ويكون الافضل في العالم مو بس القاره. اللي يصير مع الحكم السعودي اللي يصير مع الحكم السعودي هنا انا والله اعتبره جريمه في حق الحكم السعودي. ليش؟ اللي يصير اللي يصير الان ليش؟ لازم يرجع يا جماعة الخير يحكم. يا ابو يعني 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 يصير جريمة في الكرة السعودية ولا جريمة؟ شوف يا ابو خالد يعني انت لازم انت راجل عزيز. انت لو حتى الاجانب في اخطاء يا حبيبي. ما اختلفنا ما اختلفنا ما اختلفنا. انت رجل معايش الوضع في الكرة السعودية ولك سنوات، الاخطاء الكوارثية في الحكام السعوديين اخطاء يعني صراحة يندى لها الجبين. احنا مع الحكم السعودي، ولكن كمان مع الحكم السعودي يطور نفسه ويبتعد عن الاشياء مثلا اللي هي تويتر الاخبار هذه، فيبتعد عنها. هو لما نقول عليه طيب، بس اسمح لي خلينا اوضح كلمه طيب. لما انت تقول انه هو ما في قرار مفيد، بالعكس انا اشوف هذه ها المفروض ما يقولها هو ما يقول، هو المفروض ما يقول الكلمه هذه للقناه او للمذيع اني انا انتظر. هذه اثرته بمظهر، لكن هو رأي الصحيح كلامه انه لازم يرجع يشوف الملفات، يرجع للناس المعايشين الكره السعوديه، الانديه، الاتحاد الكوره، في اخطاء كبيره كانت وعشان ما تتكرر. بس الاخطاء بس ابو عبد العزيز لما يقول لك لو القرار قراري انه يحكم بكره، معناته الرجل شايف في حكام كويسين ومستواهم كويس. المفروض ما يقول الكلام هذا، معناها هو الان سحب الصلاحيه اللي له. طيب. أبغى الصلاحية اللي له سحبها من نفسه. أبغى أسمع رأي محمد الشيخ. ضعف نفسه بشكل أكبر. أبغى أسمع رأي محمد الشيخ. صحيح. تفضل أبو عبد الله. طبعا سلطان كلام سيد فرناندو
ما كان كذا، انه لو بيدي انزلهم بكره. أنا هذا كلام، خلينا نكون منطقيين، هذا كلام مجتزأ. هو قال لو بيدي انزلهم بكره ولكن نحتاج، وحط ايش هو يحتاج حتى ينزلوا. ومنها قال انه انا اتضمن ان هناك عدد كافي من الحكام ممن يملك الرخصه الدوليه للفار وايضا سلسله من الامور. ما قال والله بكره انزلهم ولكن كانه في شيء، لا، قال بعد ان يجتازوا مجموعه من الامور وذكر منها رخصه الفار. ولكن انا اتفق مع الزملاء ابو عبد العزيز وابو خالد بان الموضوع مش موضوع رخصه فار وتبعاته، لا، هو في قرار صحيح بتجميد الحكم السعودي لأسباب، منها الأسباب حجم الإثارة الموجودة، ارتفاع مستوى الدوري السعودي، اللغط اللي أثير على الحكم في مواسم سابقة وبالتالي مش مقبول اليوم. ولكن كل هذا ظلم للحكم السعودي مرتين. المرة الأولى أن الحكم السعودي جزء لا يتجزأ من منظومة كرة القدم السعودية. إذا كان الحكم السعودي جزء من المنظومة الدولية، اليوم نفشل حكامنا يحكمون في دوري أبطال آسيا، يحكمون في تصفيات على مدى كبير، راحوا كاس عالم، راحوا تصفيات، راحوا أولمبياد، وإحنا ما نثق فيهم. والله لا، مو ما نثق فيهم، لا لا لا، العام الماضي خلي أكمل، لا لا ما نثق، لا لا لا، نزين الكلام، ما نثق ما نثق ما نثق فيهم. شوف شوف، الجمهور ما يثق، لكن احنا في اخطاء. انا ارجوك، عندي معلومات وعندي انا ابغى اتكلم. انا انشائي، قول يا محمد. لا انت تتكلم العام الماضي وانا كنت في الاتحاد السعودي، والله العظيم والله العظيم انه في حكام دوليين يتصلون على رئيس الاتحاد، يتصلون علينا نرجوكم لازم نشارك على الاقل لو في مباريات خارج دائره المنافسه والاتحاد، لان احنا مهددين بفقدان فرصنا في التحكيم في دوري أبطال آسيا بسبب هذا الغياب. نعم، لأن في مراقبين يحضرون لهم، لا يمكن يقيمك في دوري الدرجة الأولى وانت من حكام النخبة في آسيا، وبالتالي غير منطقي. هذا واحد. اثنين، احنا عندنا 6 حكام نخبة ساحة يملكون رخص للفار. هذا رد على فرناندو. عندنا ترك الخضير، محمد الهويش، شكر الحنفوش، سلطان الحربي، ماجد الشمراني، خالد الطريس، 6 حكام يملكون رخص فار، معناته انهم مؤهلين للتحكيم في الدوري السعودي. عندنا 6 حكام دوليين مساعدين، بدر الشمراني، عبد الرحيم الشمري، ياسر سلطان، فيصل القحطاني، عمر الجمل. 6 دوليين يملكون رخص فار اعظم من هذه وهذه. عندنا 36 حكم بين ساحه ومساعد يملكون رخصه فار من دوليين وغير دوليين. بالتالي الموضوع مش موضوع رخصة فار، أجل. الموضوع مش موضوع تأهيلهم، الموضوع موضوع ثقة بالدرجة الأولى. ولو كنت صاحب قرار في الاتحاد السعودي، لأن الثقة ما تنتظرها يعطيك إياها هذا النادي ولا هذا الرئيس، ما راح يعطونك إياها. القرار يفرض فرض. الحكم السعودي خصوصا اليوم في ظل وجود تقنية الفار لا يقل إمكانية وقدرة وتأهيل طالما أنه يحكم في دوري أبطال آسيا، ولا أيضا من المسموح أن نشكك في ضمائرهم وننزع عنهم يعني الصلاحية، خلنا نقول حتى أخففها. يجب الحكم السعودي يعود إذا كان بس احنا ما تكلمنا على عدم ثقة يا أبو جرأة، احنا ما تكلمنا عن عدم ثقة، احنا نتكلم على أخطاء كوارثية ارتكبت في الفترة الماضية من الأجنبي ولا السعودي. السعودي يا راجل، كيف انت في ظل تقنية الفار، في ظل تقنية الأحكام، شوف الأخطاء الكوارثية صارت وأتفق معك، وصارت عندنا شيء يؤلم جدا، لكن هذا اللي صار عندنا يحدث في كل العالم، في كل العالم. لكن مع تقنية الفار احنا نشوف أفضل الحكام اللي يجون في السعودية أفضل الحكام في العالم، يحكمون في الشامبيون ليجز الأوروبي، نعم، ومع ذلك يخطون ومع وجود الفار. وبالتالي من الأولى أن الحكم السعودي يأخذ فرصته، وحتقل مش حتنعدم، لأن الفار يقلل الأخطاء ولا يعدمها. بالتالي الحكم السعودي يجب أن يعود، لأنه جزء من المعادلة الكروية في السعودية. لا نضحك على نفسنا، نقفز نحن ممكن نلعب كل سنوات القادمة بدون حكم سعودي. لا 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 لا، مو لازم، احنا ما نتكلم، بيصير مؤهل. احنا ما نتكلم، لا اللي بعده الموسم الجاي بيصير مؤهل. لا هو مؤهل، احنا ما نتكلم كذا، لكن احنا مش مع الحين، احنا نتكلم. وهي ردة الفعل اصلا واحدة، سواء على الاجنبي ولا على السعودي، ويمكن شاهدناها الموسم الماضي الموسم الحالي خير دليل. بس عشان الصورة تكون واضحة، انا اولا ما اتكلم على الحكام، في عندنا حكام سعوديين مميزين
ولكن لازم هم يثقوا في نفسهم قبل ما يمنح لهم تمنح لهم الثقة، هم يثقوا في نفسهم قدراتهم وإمكاناتهم. يعني مثلا ما عاد في الأخطاء اللي كنا نسمعها الأول، ما عاد خلاص أنت ركز، لأنه نجاحك أنت الآن، أنت الآن زي ما تفضل أخونا محمد يقول أنه الحكام يتصلوا يبغوا يأخذوا فرصة. طيب أنت الفرصة كانت عندك، مارست فيها كل شيء في التحكيم، وللأسف الشديد ما قدرت تحافظ على هذه الفرصة. الآن لازم ما ترجع. بالعكس أنا أبغى الحكام السعوديين، بس الحكام السعوديين حيكون مشاكل أكبر والله. تعرف ليش؟ لأن سورهم مو بعالي. الحكم السعودي سورة واطي ولا في ظهر يسنده. كيف ما في؟ هي بس الظهر يا اخي. لأن الأخطاء تحدث من الأجنبي وردة الفعل ما هي مثل ردة الفعل على السعودي. لا 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 دقيقة. الأخطاء تحدث من الأجنبي، مطالبات ببعادة غير السعودي. ما ينفع سند وما سند. ما هي مسألة سند، لا مسألة عمل داخل الملعب. إيش السند؟ يعني واحد أسانده هو مخطي؟ لا ما تسانده هو مخطي، بس الخطأ موجود. يعني كيف يعني؟ يعني تعالج الخطأ وليس الإقصاء. يا أخي طب أنا بقول لك، أنا ما أقول لك سي، أقول لك لازم هم يطوروا نفسهم، والأخطاء اللي كانت موجودة في السابق ما نبغى نشوفها، ولازم يرجعوا ويرجعوا، ما يرجعوا بشكل كامل، يرجعوا بالتدريج، يرجعوا بالتدريج، عشان إحنا كمان نحافظ على الحكام هذولا وما نجي نقضي عليهم. من اول مباراه نعطي الحكام السعوديين من الجوله القادمه مثلا واخطاء. ابو عبد العزيز ما يحتاج يرجع للتدريج، تركي الخضير محمد الهويش شكر الحنفوش يقدرون بكره يديرون مباراه النصر والهلال والاتحاد والاهلي. ليش؟ لانهم يديرون في دوري ابطال اسيا مباريات تجمع اليابان وكوريا اقوى المباريات، انت وبالتالي لا احنا مش افضل من مباريات دوري ابطال اسيا. انت وانا وكلنا، انت وانا وكلنا كنا نعاني ونتكلم عن اخطاء تحكيميه في الحكم السعودي، صح ولا لا؟ احنا ما نقول لك نقصيهم، صح، احنا نقول لك نعطيهم الفرصه يحكموا. ولكن انت لو تيجي تتخيل تقول لك زي ما يقول رئيس لجنه الحكام انه من بكره ممكن انا لاعب اخليهم يحكموا. طيب لو جيت انت حكمتهم خليتهم لعبتهم في المباريات او حكموا، هو اللعب في يعني في التحكيم معناه يلعب برضه الحكم يلعب ترى. فلو لعبتهم المباراة وجات الأخطاء، والله العظيم ما في حكم حيسلم من الأمور. إذا مشكلتنا مش في الخطأ، مشكلتنا في ردة الفعل تجاه هذول الحكام. لا السعودي خطأه بعشرة في عيون الناس، ليش؟ والأجنبي بواحد. هذه لازم عندنا قناعة بها. إذا المشكلة في الرأي العام مش مشكلة حكم. طيب لا، والخطأ ما في أخطاء في الكل يا سيدي. لا 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 لا, لا. في أخطاء. يا سلطان ما نبغى نرجع نسترجع الذكريات القديمة ترى، عشان كذا أنا ما أبغى أتكلم على أشياء واضحة وصريحة وأخطاء تحكيمية. في أخطاء إحنا نتكلم الآن إن الحكم لازم يثق بنفسه، لازم يثق بنفسه أول شيء، لابد منهم، لابد منهم شيء. خشمك لو كان عوج يا أخي مو لازم يا أخي. دقيقة أقول لك شيء واحد، يعني مثلا أنا واحد دكتور، دكتور مثلا سعودي وما هو كويس، لازم اخليه يروح في المستشفى ويقول انا دكتور؟ لا لا، اللي مو دكتور سعودي ثاني. مو كويس يا ابو عبد العزيز، دكتور سعودي ثاني اللي مو كويس. طور نفسك، طور نفسك. لا لا ابو عبد العزيز، خذ الثقه ابو عبد العزيز. انت قلت مش كويس، انت كلمه، مو معناته نمشي كل الحكام. يا ابو عبد الله انت قلت كلمه، الثقه ها تنتزع، انت انتزع الثقه هذه. تنتزع، نعم ايوه انتزعها. حاول انك انت لعد في اخطاء، ركز ولا تهتم بكل الكلام اللي من برا ولا من هنا ولا من الصحف ولا في الإعلام، ركز في الملعب عشان تنجح أنت وتعطي صورة وتستعيد الصورة المضيئة للحكم السعودي. هذا الهدف، ولا نحن ما نبغى نكسر الحكام السعوديين. ترى نحن دورينا أولا، إحنا ما اختبرناهم اختبار حقيقي بعد تقنية الفار، ما اختبرناهم، هذا واحد. وبالتالي انا اعتقد اختبرناهم في تقنية الفار، اختبرناهم في تقنية الفار زين، اختبرناهم في تقنية الفار. طيب وين الكوارثية اللي صارت في كم مباراة يا راجل؟ يا راجل يعني تبغى انا اجيب لك هي بالهذا؟ ما ينفع. يجيب لي اياها. ايه لا ما ابغى اجيب لك. احنا جايين هنا، عطني مباراة قادها حكم سعودي بتقنية الفار في الدوري السعودي احدثت ضجة، عطني واحدة. اعطاك واحدة؟ اجيب لك كثير. أيوة. مو واحدة،
الحلقه الجايه اجيب لك واحدة. لا اجيب لك كثير. لا لا الان انا لما تقول احضر مباراه حكم فيها حكم الفار وكان موجود فيها صوروه زوه هذا وقالوا انه الحكم هو يا عبد العزيز لا تصير لي انت بعد مثل المشجع ذاك المتعصب اللي يا رجل شو الكلام هذا اقول لك بلا مشجع متعصب مشجع متعصب انت عليه. مش انا متعصب احنا نتكلم لا بصراحه انا مش اقول لك انت إيه لا اقول لك لا تقول لي مثل المتعصب يعني لا انا اتكلم كان انا اتكلم ما جامل انا انا اذا انت تبغى تجامل الحكام انا اتكلم بصراحه لا والله ما جامل رئيس نادي وابغى استفيد منه وانا ابغى استفيد منه فيش وانا ابغى استفيد الاجانب فيش انا اعرف الاجانب المباراه كان فيها تركي الخضير مساعد حكم فار أيوة. وكم واحد من المشجعين في تويتر قال والله انه هذا موجود وصارت قضيه ايش تويتر جاء في الصوره المشكله هذه هذه هنا النفس اقول لك هذه اللي نقول عليها ابو عبد الله اقول لك انت مقتنع بالكلام اللي تقوله انت مقتنع بالكلام اللي تقوله للحكام انت جداً. بنفسك هجمت التحكيم جداً. السعودي انت بنفسك هجمت التحكيم السعودي انتقد الحكم السعودي وحنتقد الحكم السعودي ولكن هاجمته مو انتقدته هاجمته والله اربط شيء هاجمته وهاجمت احنا ولو اخطا خطا فادح يؤدي الى قلب نتائج المباراة احنا نقول كلمتين انتقد الحكم السعودي ولازم هو يثق في نفسه اول شيء يثق في نفسه ولا عليه في الكلام الباقي كله ويشتغل صح الناس كلها حتصفق له مو كيف يثق في نفسه والناس مو واثقين فيه مو لازم انا اقول لك الثقه ما لازم انت تنتزع هذه الثقه كيف تنتزعها من خلال عملك في الملعب اعطى فرصه طيب هو ما اخذ فرص 30 سنه اخذ فرص لا قبل الفار وبعد الفار غير ابو عبد العزيز طيب خليه ياخذ فرص خليه ياخذ فرص بس الفرص كمان هذا دوري الامير محمد بن سلمان هذا اسم كبير ودوري كل الناس تتنافس عليه فلازم كمان هم يتواكبوا مع هذا التطور لازم الحكام يطوروا نفسهم ويتواكبوا مع هذا التطور ما نبغى نسمع الاخطاء احنا دحين ليش تقبل الحكم الاجنبي لانه الحكم الاجنبي صراحه يعني حتى وان كان في اخطاء ولكن اخطاء مقبوله لكن حكام الفار للاسف اللي موجودين ما هم بالشكل يا ابو عبد العزيز طيب. الحكم الاجنبي باخطاء او مع وجود تقنيه الفار قلب نتائج قلب نتائج مين هي النتائج اللي قلبها والذاكره موجود فيها اي نتائج اي نتائج مباراه اعطيك كذا مباراه كذا على السريع اي مباراه النصر والاتفاق العام الماضي لما تك حمد الله على ظهر يا راجل احنا لو نرجع للمباراه يا راجل احنا لو نرجع للمباراه تك حمد الله هذاك فيها تكيه ولا فيها شيء ذاك لا ما فيها شيء يعني دحين ابغى اسالك سؤال انت دحين رجعت لي عشان حافظها مباراه الاتفاق والنصر حافظها حفظ انت لما تضرب لما تقول كلام ولا عندك مثال لا لا ما فيها شيء ذيك ولا فيها اي خطا ولا فيها خطا هذيك التكوى ما فيها ولا تكوى هذيك طالع شو اقول لك يا ابو عبد الله اذا انت حاسد في دماغك المباراه هذيك ومذكراتك بالاشياء ترى انا ما يعنيني والله لا الاتفاق ولا نصر ولا شيء ولا الاتحاد ولا يهمنا احد يهمنا لا 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 انا لما اتكلم ما فيها خطا اجيب شواهد ما فيها خطا لا ما فيها خطا ما هذا هذا صحيح 100% لا غبار عليه واضح حي عشان انت عشان انت تبغى عشان انت تبغى تقول هذا خطا طيب انت تبغى تقول خطا ايش رايكم خطا ايش رايكم نسمع ايش رايكم نسمع كارلوس اللي هو مسؤول تقنيه الفار في الاتحاد الاسباني وش يقول عن هذه التقنيه مع زميل خالد الشيبي